لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. صديق، اسم على من مذكر عربي على صيغة المبالغة من صادق، والمعنى الكثير الصدق أو الكامل في صراحته أو الذي يطابق قوله فعله أو الدائم التصديق لغيره. وقد مال المسلمون إلى التسمية به حبا بأبي بكر الصديق رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بدء الإسلام حتى وفاة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مؤنثه صديقة وسموا به. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الإنستغرام والفيسبوك لقناة أسماء عربية، وهي موجودة في الوصف أيضاً.